ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري سبيشال رمضان. هكذا حدثنا الفرش. خناقة مطبخية شامية حلبية. في استراحة كراج حمص العادية التقت أم كامل الشامية بأم شمندي الحلبية، وبعد أن عرفت أم كامل الشامية أن أم شمندي حلبية تجاكرت قليلا نظرا للمنافسة الأزلية بين المدينتين القديمتين أكثر من نيويورك وروما وباريس وسائر مدن المشرق والمغرب، فدمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وحلب أقدم مدينة في التاريخ، وبالتالي فهي أقدم من دمشق بشي 300 سنة حسب الموسوعة البولونية التي قرأها أخوكم الفقير بين يدي فتاة أوكرانية في مدينة سان بيتربورغ الروسية. ولأن الشامية دبلوماسية وقمة في المدنية، فقد رحبت بأم شمندي الحلبية بلطف وتهذيب. أما عندما عرفت أم شمندي الحلبية أن أم كامل شامية، فقد رحبت بها ذلك الترحيب الحار، رغم أنها تجاكرت قليلا أيضا. ومن حديث لحديث قالت الحلبية ممازحة مزحتها الأزلية إنه حلب أم المحاشي والكباب، فبادرتها الشامية بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن الكبة اللبنية الشامية لا يعرفها المطبخ الحلبي لأنه بيحطوا مع اللبن بالشام قشطة وبيحشوا الكبة بالفستق الحلبي. فبادرتها الحلبية بأنه الكبة بسفرجلية اختراع لا يعرفه الشوام، وهي من نوع الحامض والحلو اللفان. فلاحظت الشامية أنه الحلو مع المالح مراكب، وأنه الحلبية بتحمض السفرجلية بدبس الرمان. لكن الحلبية ذكرتها أنه القشطة اللي باللبنية الشامية حلوة، فجاوبتها الشامية أنه اللحمة بكرز الحلبية أجبة من عجائب الزمان. يعني شلون لحمة مع كرز مالح وحلو؟ وحلفت يمين أنه ما بتحط لقمة من هالأكل بتمها. وانزعجت الحلبية وفتحت حلقة بتعداد الأكلات التي لا يعرفها شوام من المارية والطوشكا في عالم السندويش، مرورا بالمحشي العجيب اللي اسمه حب بعب، فترى المحشي مطبوخا بمسقعة الفاصولية أو بمسقعة البيتنجان، فترد الشامية بأن الحلبية لا تعرف الأوزي ولم تسمع به إلا في الشام وخاصة على موائد العزاء. فترد الحلبية أن موائد العزاء في حلب تقدم قش البلبل الذي هو عبارة عن لحمة بعجين، بينما الأوزي كله رز ونسبة اللحمة فيه لا تناسب أهالي حلب. فترد الشامية بأن الحلبية لا تعرف المدلوء أو باقي أنواع الحلويات المحروفة، وأن تفكيرها كله في اللحمة بشقيها الشقف والكباب. فترد الحلبية أنه سيران الشوام مقالي وسيران الحلبية مشاوي. فتنهض الشامية وتقول مستغربة أن الحلبية بتاكل عند الصبح معلق، فترد الحلبية أنه المعلق أحسن من التسقية، لكن الشامية تذكرها بالبسمشكات وكيف أنه اللحمة ملفوفة بالشرحات وكيف أنه الفتات أنواع وفي فتة روس وفتة لسانات، ناهيك عن المآدم والسجقات. فترد الحلبية أنه اسم أبيوات أو سندوانات، فتقول الشامية أنها لن تختلف معها على التسميات. فتتهكم الحلبية من الكوسة محشي بالأصفر، يا لطيف محشي لونه أصفر. فتوقفها الشامية عن الكلام وتذكرها بأنها بتكتر بالأكل حد وبهارات مشان تضيع الطعمة. فترد الحلبية بأنه الأكل بلا حد ما له طعمة، ويصرخ منادي الباص، فتصعد الشامية في الباص الذاهب إلى حلب، وتصعد الحلبية في الباص الذاهب إلى الشام. هكذا حدثنا هذا البشر. كل عام وانتم بخير. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.